صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه معنا في مزرعه الزيتونه. راح نفرجيكم اليوم احد الطرق اللي عم نستعملها في المزرعه، طرق زراعه كثيفه، زراعه كثيفه الحيويه، اسمها بايو انتنسيف بالانجليزي، بايو حيويه انتنسيف كثيفه. طبعا هي طريقه بدات تقريبا 100 سنه، من قبل 100 سنه، وتعتمد على ثلاث اشياء: الكومبوست اللي بنصنعه من ما تنتجه المزرعة، تعتمد على تهوية الأرض بطريقة الدبل ديجينج. تهوية الأرض معناته من ننزل في الأرض يعني غمق تقريبا هالقد عشان نهوي منيح ونخلي الأرض لوس، مش متماسكة كتير. معناته الجذور تنزل، بدل ما تفرد الجذور تنزل لتحت، وبهاي الطريقة نقدر نزرع أكثر في مساحة صغيرة. زائد طريقة البايو انتنسيف الزراعة الحيوية هاي تنتج لنا نباتات، تنتج لنا خضار كثير في مناطق، في مساحات صغيرة. نعرف هلأ كيف أسعار البترول في العالم عمالها تطلع، الغذاء عماله ينقص بسبب نقص البترول، عندنا نقص مياه. الطريقة هاي تعتمد على مياه أقل، ما في حاجة لسماد كيماوي، كل عضوي، لأننا ما نستخدم الكومبوست نفسه، وتعتمد على إنتاج كمية كبيرة في مساحة صغيرة. فتزبط هاي الطريقة في مزارع في المدينة، في حدائق منزلية، لأنك عمالك تنتجي كميات كبيرة من الخس، كميات كبيرة من الخضار في أقل مساحة ممكنة، لأن الجذور عم تنزل بدل ما تفرد. تفرد على السطح، عمالها تنزل غميق لأنه هوينا الأرض منيح. فهي بتعتمد على أكثر من شغلة، ورح نفرجيكم طريقة الدبل ديجينج، رح نفرجيكم طريقة الزراعة كيف المساحات تكون، لازم يكون في مساحات معينة لكل نباتات. طبعا زي ما بنعرف مش كل طريقة للزراعة بتزبط في كل مناخ. هاي الطريقة جربت في عدة دول يعني مناخات معتدلة، ما كان في داعي مثلا للملش لتغطية ومحاربة الـ الأعشاب. عندنا هون احنا في منطقة سبتروبيكال، شبه استوائية، في الصيف عندنا ويدز، عندنا أعشاب يعني صعب السيطرة عليها، فطورناها شوي وصرنا نحط ملش بين الخضار. خلاص درجة الحرارة يعني درجات الحرارة عندنا عالية، فالملش برضو بساعد على انه المية تضلها في الارض بدل ما تتبخر بسرعة. فيعني ممكن تطوروا عليها، ممكن تشوفوا ايش بيناسبكم، بتغيروا فيها حسب. رح نشوف اكتر من بيد هون، وكيف الفروقات قبل وبعد عملية الديجينج، عملية التهوية. ورح نشوف فرجيكم كمان بعض الخضار اللي عمالها تنمو بهاي الطريقة، نشوف كيف كثافتها في المساحة الصغيرة اللي هي فيها. فرجيكم هلأ فرق بين أرض ما تسوى عليها دبل ديجينج وأرض سوينا عليها دبل ديجينج وانزرعت تقريبا قبل شهر ونص تقريبا. هاي مزروعة خس هلأ. الأرض هون، إحنا أرضنا في المزرعة فيها رملية بس خصبة زي الزبدة لما تشوفها هلأ كيف بقطعها، بس نفس الوقت يعني مش مهوية كتير، احنا عادة منغطي بملش. هاي الارض سوالها دبل ديجينج قبل شهر ونص وانزرعت بخس. شايفين كيف كثافة الخس تقريبا نزرع يعني تقريبا 15 سنتي بين كل خسة، وهذه الكثافة تعني انه المية ما تتبخر بسهولة. زائد لأنه سوينا لها دبل ديجينج زي ما حكينا، جذور الخس بتنزل ديب بدل ما تفرد، فعمالها تمتص الغذاء تبعها من الأرض، غميق من الأرض، مش ما تحتاج تفرد. عشان هيك بنقدر نزرع أكتر وننتج أكتر في كمية في مساحة أقل. راح نفرجيكم هلا عملية الدبل ديجينج كيف تتسوى، إيش الطريقة. هلا زي ما حكينا، إحنا بدنا نهوي الأرض، بدنا نطلع اول طبقه من الارض،
تقريبا طولها هالقد اللي تطلع برا. بعدين بالشوكة هاي بدنا نهوي الطبقة اللي تحتيها. طبعا اول اشي بدنا نسويه بدنا نحدد الارض اللي بدنا نحطها. طبعا انا عادة بعتمد على وزني في تنزيل الشغل اللي تحت عشان ما تأذي ظهرك. بقسمها لمستطيلات، مستطيلات صغيرة بتسهل عليك يعني اخف عبء على الظهر. طبعا هون احنا ارضنا رملية زي ما حكينا وسهل الشغل فيها، مرات بتيجي عندنا اراضي اصعب بدها مجهود اكتر. عشان هيك الطريقة هاي تعتمد انه نزرع برضو هاي كالوريك، يعني النباتات اللي نزرعها يكون فيها كالوري عالي عشان نستخدمه في الزراعة في الشغل هذا. شوف الديدان، ارض هون مليانة ديدان. طبعا هاي كلها بدها تطلع. وطبقة بعد طبقة هلا بنجيب الشوكة وبنهوي الشوكة الطبقة اللي تحت. صار عندنا أرض مهوية كثير تسمح الجذور تنزل. بعد ما نخلص تهوية أول خط عندي بجيب تراب من الخط هذا وبغطي فيه الفراغ اللي عندي. آخر إشي بكون عندي شوية تراب بغطي فيه آخر مرحلة. طلعنا أول طبقة من التراب. هلأ بالشوكة بدنا ننزل طبقة ثانية لتحت ونهويها على طول. هنا حجر. اوكي. بدنا نهوي الطبقة اللي تحتيها. ما في داعي تطلع، بس ما في داعي تتحرك كتير كمان. ما بدنا نحرك زيادة عن اللزوم. هويناها. صار فيها فراغ. ايدي بتدخل للاخر. اوكي. هلأ الطبقة اللي بعديها عندنا هون بدها ترجع تغطي هاي الطبقة. طبعا بنحاول نخليها شقف صغيرة، ما بدنا كتير قطعة كبيرة. قد ما صغرنا قد ما سهل على حالنا الزراعة، سهلنا على الجذور النمو لعمق. هلا بنجيب المشط المشط ممكن نصغرها. هلا بعد ما طلعنا الطبقة هاي على اللي كانت هون بدنا نكسرها لقطع صغيرة قد ما بنقدر. انا عادة بكسرها بايدي. وطبعا هاي المرحلة احنا ما نفرجيكم اياها هلا، هي هاي المرحلة بتسووها في النهاية او في نص العملية. ما في داعي اول باول تتكسر الطبقات الكبيرة، فممكن تسوى في النهاية ويتشكل معها البد طبعا هلأ هون
هاي هي الارض اللي بدها ترجع مره ثانيه بالشوكه تتهوى وهكذا خط ورا خط لتخلص البيت تبعك. طبعا احنا في بعد ما نخلص البيت كله ممكن نغطيه بالكمبوست. صباح الخير. اليوم يوم جديد، ومبارح العصريات خلصنا الدبل ديجينج للمصطب كله. اليوم رح فرجيكم ايش بدنا نسوي بالمرحله اللي بعديها. هلا زي ما حكينا بعد الدبل ديجينج المرحله الثانيه هي الكومبوست. الكومبوست طبعا بنسويه هون احنا زي ما شفتوا بالفيديو اللي قبله، من ما تنتجه المزرعه، من ما تنتجه الحديقه، عالي في الكربون. رح نفرد اول شيء الكومبوست على الارض تقريبا 2-3 سنتي اللاير. بعديها بنحط عليه المالش. هلا المالش مش لازم نحط مالش في كل، يعني حسب منطقتك. هلا في مناطق تحتاج مالش لانه الاعشاب عاليه، حراره عاليه، اعشاب ضاره كثيره فبتحتاج مالش. في مناطق ما بنحتاج فيها مالش، واحنا هون يعني بالصيف الاعشاب ما بنلحق عليها، فعشان هيك ضروري جدا المالش عندنا، زائد يعني بيحافظ على رطوبه الارض. وطبعا مسافات بين النباتات هي النقطة الثالثة بعد الكومبوست في مرحلة في موضوع البايو انتنسيف جاردنينج. هلا رح نسوي كومبوستينج لحفة المصطب هذا، وبعدين نفرجيكم بدنا نزرع اليوم فاصوليا متسلقة. طبعا المسافات بينها رح تكون تقريبا 30 سنتي. هاي متسلقة، هذا البيت كله رح يصير متسلقات. فأول إشي بدنا نحط شوية ملش على المصطب. ملشنا طبعا كله إحنا من المزرعة، يعني الحمد لله في عنا ملش كفاية من الأرض، وما بنحتاج نشتري. ممكن مرات تحتاج تشتري حسب، يعني ممكن مرات تستخدم يا اما قش، ممكن تستخدم ورق، فالمتوفر صراحة. بس هون الحمد لله عندنا قش كثير، عندنا مراعي في المزرعة كثير، فما بنحتاج نشتري بنش. والكومبوست طبعا نصنعه احنا. هلا طبعا بدك طبقة الملش تكون مش كثير عالية، وفي نفس الوقت كفاية اللي تمنع الأعشاب من النمو. راح نبلش هلا موضوع فرجيكم كيف الزراعة على المصطبة اللي جهزناها. راح نزرع الفاصوليا المتسلقة. طبعا هاي راح فرجيكم نادية بالفيديو القادم كيف عملية فرد الصواني، عمل صواني الشتلات، عملية فردهم، كيفية ترتيب البذور في الصواني. هذا كله فيديو مفصل رح نسويه نادية إن شاء الله الأسبوع القادم رح نجهزه. وبس اليوم مثلا هاي الفاصوليا صلها بالصينية تقريبا شهر، 3 أسابيع إلى شهر جاهزة تنزل. رح نكمل بناء البامبو عشان تتسلق عليه الفاصوليا. عندنا هون ورا كمان سنو بيز متسلقة، برضه فاصوليا وفول هاي الجهة. هلا موضوع مسافات اللي بدنا نزرع الشتلات فيها، زي ما حكينا كل نبتة إلها مسافة معينة لازم تزرعها حسبها. راح أحط أنا على الفيديو آخر الفيديو راح أحط اللينك تبع الويب سايت اللي بيشرح فيه كل نبتة قديش المسافة. ومثلا الخسون جايبين الخس كيف كثيف وراي. الخس هذا مزروع على 15 سنتي، لما نمى غطى ورقه الارض، ما احتاجنا لملش، الورق غطى الارض، الارض رطبة تحت الورق وما في نمو للاعشاب. الفاصوليا هاي مثلا رح تطلع عالية،
فعشان هيك رح عشان هيك رح نسوي مسافتها شوي اكثر، رح تكون 30. نستخدم هذا المثلث، نزرع على شكل مثلثات، مش خطوط، مش خطوط متساويه بس على شكل مثلثات. طبعا الكومبوست نسوي حفره منيحه، واحده واحده، بعدين بنسقيهم بالبايو فيرتلايزر. شايفين مثلا من هون لهون، هلا هاي هون الدوائر راح تكون اوكي. طبعا بعد ما نسوي ديجينج ونحفر الارض، نحاول انه ما نطلع عليها، ما بدنا نرجع مره ثانيه ندعس على الارض ونسوي لها نضغطها مره ثانيه بعد ما هويناها. فعشان هيك لازم تكون المصاطب طولها عرضها كفايه انه توصلها من يا اما هاي الجهه او من هاي الجهه. وانا عشان نكمل راح اجي هون المثلث 30 سنتي لهون، وبرضه بنفس الوقت ما بدنا نقرب كثير على الحفه، عشان هلا اذا بدك تمشي في العربايه بدنا نمشي في لما تنمو هاي النبتات، ممكن مثلا البندوره بتفرد. حاول انك ما تكون كثير قريب على الحفه. وهي مثلثين، فبيطلع بالنهايه شكل المصطبه مثل الالماس، دايموند شيب. جهزت انا السماد اللي راح ارش فيها. طبعا السماد احنا هون بنسوي سماد اسمه بايو فيرتلايزر، سماد عضوي من معدة البقرة. راح نفرجيكم ان شاء الله فيديو ثاني عملية تحضيره. بول تايلر مدرس بيجي عندنا هون بدرس دورة في عمل هذا السماد. ان شاء الله لما يكون هون راح نسوي يعني فيديو صغير عن عملية خلط هذا السماد. طبعا هو سماد مش سماد حيوي، يعني كله بكتيريا عالية فيه، مش الكيماويات هي العالية، هي البكتيريا العالية اللي بتغذي التربة. فبنسوي فيديو عنه وبنحطه مع باقي هالفيديوهات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهاي الطريقة. زي ما حكينا هاي الطريقة منيحة للمساحات الصغيرة، حدائق المنزلية، وبتقدر تعملي عليها تعديلات اللي بتناسب. يعني بيرماكلتشر فيها يعني خيارات كتيرة، ما في داعي انك ناخد الفكرة ونطبقها زي ما هي في كل محل. كل ما حسنا عليها زي ما تناسبنا ونتعلم منها شوي. يعني زي ما انتم شايفين هون، في عندنا بيدز، في عندنا مصاطب ما عليها ملش، بدنا نجرب نشوف اذا بتزبط. ايش النباتات بتزبط من غير ملش، نباتات بتزبط مع ملش، انو فصل من السنه بزبط بدون ملش، انو سنه. فشوي الواحد بتعلم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. الاسبوع الجاي نادي راح تسوي فيديو عن البذور والصواني. راح نسوي فيديو زي ما حكينا البايو فيرتلايزر، وكمان عم بفكر اسوي فيديو عن التشيكن تراكترز. التشيكن تراكترز اللي هم عربيات الدجاج. عربيات الدجاج هذا برضو يعني فكره بنطبقها هون في المزرعه. بنفرجيكم كيف عمليه الدجاج، عمليه نقل الدجاج من منطقه لمنطقه، كيف بتاثر على خصوبة الأرض. فهذا برضه فيديو إن شاء الله عم فكر ننزله، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو الصغير. بس يعني هي طريقة الحمد لله يعني نجحت معنا، وحبينا نفرجيكم إياها. وشكرا كثير.